الفشل الكبدي الكلوي فيه كارثة تشخيصية، لأنها كارثة دي قاتلة طبعا. لا، غير ان هو كمرض وحش، في التشخيص فيه كارثة. ازاي يعني؟ ما هي؟ في مرضين، واحد عنده فشل كبدي وكلوي، الواو دي مهمة جدا، وفي واحد عنده فشل كبدي كلوي من غير واو. ده اللي انا اتكلمت فيه. يعني ايه فشل كبدي وكلوي؟ واحد عنده تليف كبد، وما اكثرهم في مصر، وجاله فشل كبدي خلاص، وعنده التهاب في الكلى حاجة تانية لأي سبب، وجاله فشل كلوي. ده كبدي وكلوي، تجمع مرضين في بني آدم. الواحد منهم يعني لوحده كفاية، كل واحد لوحده كفاية، لكن تجمعوا الاثنين في واحد بس. ليه يجمعوا في واحد بس؟ صدفة. صدفة. يعني ما فيش حاجة بتستدعي حاجة. ده الوا. ده لسه ما اتكلمتش عليه. ده نوع. ده الوا. ده النوع ده الكارثة في التشخيص، ان واحد يجيله فشل كبدي كلوي ويتشخص على انه كبدي وكلوي. ده حاجة وده حاجة تانية خالص، هشرح لحضرتك كويس جدا. لأن دلوقتي في متاهة، دلوقتي في تشخيص غلط وفي تشخيص حقيقي سليم. نشوف ايه الغلط ونشوف ايه هو الحقيقي. في واحد عنده تليف كبد، تمام، جاله فشل كبدي، وعنده مشكلة في الكلى فجاله فشل كلوي، فتجمع الاثنين في مريض واحد بقى فشل كبدي وكلوي. لكن في مرض تاني اسمه فشل كبدي كلوي، الاثنين في وقت واحد. وسبب حركة لما تعرفه عجيب جدا جدا، ولازم الناس فعلا لما تسمعني والله تقول سبحان الله، سبحان الله اللي ربنا عمل هذا الجسم. ايه الفشل الكبدي الكلوي ده بقى؟ هو فشل في الكلى والكلى سليمة. هتطردني بره ده؟ لا العفو. انا لسه يعني خصوصا ان احنا في بيتك يعني. انا لا العفو، مع السلامة. اي مكان انت تتواجد ما تجننيش بقى. اي مكان حضرتك تتواجد فيه يبقى بيتك. الله يخليك، الله يخليك. هو فشل في الكلى، كلى ما بتشتغلش وسليمة. والدليل على ذلك دليلين أقوية جدا جدا. الدليل الأول إن مريض الفشل الكبدي الكلوي مش واه، لو توفى وخدت كلوته زرعتها الواحد ماشية. يعيش زي الفل. إذا الكلوة مش بايظة، ده الكلوة بتمثل عليا انها بايظة، عاملة نفسها بايظة مش عايز تشتغل. الدليل التاني، العلاج الوحيد، العلاج الوحيد تحت الوحيد نحط 100 خط لهذه الحالة، زرع الكبد. اذا زرعت كبد لعيان الفشل الكبدي الكلوي من غير واو، الكلى تشتغل تاني. كم كده زعلنا على الكبد؟ زعلانة عليه فمقموسة. أيوة. والله دي كلمة حلوة جدا نقولها للطلبة. الكلوة اتقمصت ليه؟ حصل ضيق في الشرايين شديد جدا فبطلت تشتغل، بس ما ماتتش وهي كويسة زي الفل. ولو قدرنا نفتح هذه الشرايين تشتغل وترجع كما كانت. طب ليه عملت كده؟ مواد بتطلع توسع كل حاجة ما عدا الكلى. تقول لي طب ايه اللي انت ليه بتقول سبحان الله؟ الامعاء لها مواد كثيرة جدا 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 توسع شرايين. طب اشمعنى الكلى مش كده؟ لان الامعاء مسؤولة عن الامتصاص. حضرتك لما تاكل لازم تستفيد من الاكل. فربنا عمل لها ريزيرف من توسيع الشرايين كتير جدا. طول ما الاكل ماشي تاخد من هنا، تاخد منه ولا اي حاجه يصيبها. انما الكلى مش كده، الكلى بتطلع ثلاث حاجات تقفل الشرايين دي خالص، والكبد يتهم بان هو السبب. يعني هو سبب هذه. فالمرض ده غريب، خطير جدا، لا علاج له الا زراعه الكبد. وعشان كده في امريكا تعرف عارف زراعه الكبد في ويتنج ليست، طبعا في لا قائمه انتظار. طبعا ده يتخطاها. ده لانه متاخر، يتخطاها لان مش هيلحق يستنى، متاخره خالص. فاذا دخل مريض المستشفى فشل كبدي كلوي له الاولويه. يبقى اذا الفشل الكبدي الكلوي بياتي نتيجه ان الكبد اتدمر خالص فيتعب الكلى. يتعب الكلى مش دايما، تليف كبد مش دايما. لا مش دايما، لا لا خالص. ده مرض نادر. اللي مش نادر
الكبدي والكلوي الاثنين يجوا لنا كتير جدا. طب نتكلم ايه التشخيص اللي حضرتك اثرته وبتقول ان هو فيه خطوره كبيره؟ ان الدكتور ما يميز، يعني ما يميز الاثنين من بعض، يعامل مريض الفشل الكبدي الكلوي على انه كبدي وكلوي. يعامله على كده، هو مش على ان الكلى باظت. هي الكلى في الثاني اللي ابواه الكلى بايظه. بايظه فعلا. وعايز غسيل وعايز أدوية للكبد ملهاش علاقة باللي بتكلم عليه خالص. فالمرض بتاع الفشل الكبدي الكلوي ده مرض خطير، بس بفضل الله الحمد لله إنه نادر. طب نيجي بقى للكبدي والكلوي. الكبدي والكلوي، واحد عنده فيروس سي وجاله تليف في الكبد، فعرضة لفشل كبدي. يعني ايه فشل كبدي؟ يعني الكبد ما بيأديش الوظيفة، فشل في تأدية وظيفته. هقول لحضرتك مثل جيد جدا. أنا واقع على إيدي زيت سخن، بعد 10 سنين حضرتك تقدر تقول لي أنت واقع على إيدك زيت سخن ليه؟ العلامة باينة، بتسيب حاجة لكن إيدي بتشتغل، إيدي سليمة. تمام. كذلك الكبد ممكن يتليف لكن وظيفه بيرفكت، مفيش اي مشكله. عشان كده اقول له خداع، يقولوا عليه كده ماشي. بس انا عملت له سونار، ممكن يفاجئ الانسان، ربنا يحمي الناس كلها. بس يعني اذا انا عملت له سونار لقيت عنده كلمه تليف، ما تخوفش حد. اهم حاجه وظائف الكبد، هل بيأدي الوظيفه ولا ابتدى يتنحى عن الوظيفه؟ بيأدي الوظيفه كانك ما شفتش حاجه. يعني اذا اي حد بيعمل تحليل كل 6 أشهر كل سنه بيلاقي وظائف الكبد بيرفكت خلاص، مع ان عنده تليف. متابعه. اوعى تسيب. بس ده ما بيبانش في التحليل، التليف ده، التليف في السونار. في السونار لو ابتدت التحليل تتاثر يبقى وظائف الكبد تاثر، يعني في مشكله. في مشكله. هناخد العين ده بقى واعمل له مشكله في الكلى، التهاب بكتيري بوظ الكلى، بقى فشل كبدي وكلوي.